حقيقة هذه آية عجيبة جدا من سورة ياسين. قال تبارك وتعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فالإنسان عندما يبلغ أكثر من سن الأربعين، يعني سن الأربعين هو سن فاصل، فعندما تتجاوز هذا السن تبدأ كل قواك وكل الخلايا وكل الجسم بالتنكس. لذلك وجد العلماء في دراسة حديثة أن الدماغ يستمر في نموه حتى سن الأربعين. بعد سن الأربعين يبدأ بالانحدار وتظهر عليه أعمال تسمى الأعمال التنكسية، يعني بعد أن كان الدماغ يبني نفسه ويتطور ويقوم ببناء نفسه يبدأ بالهدم بعد سن الأربعين. لذلك الله تعالى أشار في القرآن الكريم في قوله تعالى: حتى إذا بلغ أشده قمة القوة وبلغ 40 سنة، أشار إلى هذا العمر سبحانه وتعالى. فبعد سن 40 تبدأ الأفعال التنكسية وتنتهي بما يسمى بمرض الزهايمر أو الخرف. ومهما حاول العلماء على الرغم من محاولاتهم ومليارات الدولارات التي تنفق، إلا أنهم لم يستطيعوا إيقاف هذه الأعمال التنكسية، وهو ما أشارت إليه الآية الكريمة: ومن نعمره أن يعيش طويلا ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. صدق الله العظيم.